Evet arkadaşlar, selamun aleyküm ve rahmetullah. Michael Ansehel Arabo من أكاديمية الطب. Arkadaşlar, هلا نحن بالوحدة الأخيرة، الوحدة التاسعة اللي هي تقسم إلى قسمين. رح نحكي أول شيء عن الملاقات، بعدين رح نحكي عن الروبورتاج. هلا القسم الأول كتير كمان بسيطين وسهلين. إذا بتتذكروا الدرس الماضي ليش اشتري قلنا بسيط وسهل، وهيدول كذلك الأمر حلوين وبسيطين، ما فيهم هالتعقيد أبدا. أوكي، ملاقات أركضشلار. ملاقات هي مثل عنا ملاقات، يعني مقابلة أو كذا. ملاقات إشتا، شو هي الملاقات؟ شو هي المقابلة؟ عم بيقولولنا herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle soru cevap şeklinde yapılan konuşmalara mülakat denir. Nehne şöyle mi semiyi mülakat arkadaşlar? Herhangi bir konu üzerinde haula hayyalla mevdu, yani herhangi ay mevdu, yani haul ay mevdu, imkan sanat, fen, edeb, spor, riyada, siyase, bilim, ilim gibi alanlarda, mitl heydi el mecalat, yani ünü yapmış kişiler, min el eşhas el meşhurin, soru cevap şeklinde, ala tarid arkadaşlar, kelime soru cevap şeklinde, hay kitir kitir muhme. Hala عم نقول بالقسم الثاني من هيدي الوحدة رح نحكي عن الريبورتاج، تمام؟ فرح يصير عنا مثل مقارنة ما بين الملاقات والريبورتاج، لهيك كتير كتير ركزوا لي على كلمة سؤال وجواب بالملاقات، يعني ناخذ الأسئلة على طريقة سؤال وجواب، هيدي الشيء اللي بميز الملاقات، يعني من ميزات الملاقات إنها هي بتصير على طريقة سؤال جواب، سؤال جواب، فهيدي كلمة مفتاحية مثل ما منقول، فلهيك عرفوا إنه الملاقات هي سؤال وجواب. أوكي، يبلان كونشمالر المحادثة، يعني هيدي القصة اللي عم تصير، سؤال وجواب هي نحن بنسميها ملاقات، نعملها مع شخص مشهور بمواضيع مختلفة، أي موضوع كان، يعني إن كان علم، سياسة، رياضة، أدب وفن. أوكي أركضشلار، عملونا بوتر أين زماندا بير جورشمة أولاراك تا اسملاندرابيلرز أو اسملاندرابيلر، يعني ممكن يتسمى هيدا النوع بنفس الوقت فينا نسميه بير جورشمة مثل مقابلة، يعني görüşme, yani اثنين التقوا مع بعض مثل مقابلة، يعني اوكي işte arkadaşlar. Haber alma, bilgi edinme, yollarından olan mülakatta başarı yakalamak, kişinin önceden hazırlık yapmasına ve soruları ustaca bir şekilde hazırlamasına bağlıdır. Arkadaşlar, yani biliyorsunuz olan mülakatta başarı yakalamak için arkadaşlar leş nehne misavi el mülakat haber almamışa nakod akbar bilgi edinme nakod malumat yollarından min tırı ohan, yani olan mülakatta başarıyı yakalamak şan nehsal ala el necah kişinin önceden leş şan nehsal ala necah bihedi القصة، يعني بهذه الملاقات بهذه المقابلة كيشيرين أنجدان هزرلك ياب مصنع على تجهيز الشخص من قبل و سورولاري أستجا بير شكل ده هزرلا مصنع باولدر، يعني نجاح هذه المقابلة مربوط بتجهيز الأسئلة من قبل و شو soruları ustaca bir şekilde hazırlamasına, انه يجهز هذه الاسئله بشكل كثير منيح، بشكل ustaca bir şekilde، يعني بشكل معلمين، يعني بشكل كثير منيح لازم يجهز الاسئله ويعمل مثل ما قلنا هون انه تجهيز قبل المقابله ذاتها، هذا الشيء اللي بخلي المقابله تنجح بشري يكلمك. اوكي، هلا بدنا ننتقل على ملاقاتları yapan kişiler genellikle gazetecilerdir. Yani bir şekil عام اللي بيعملوا المقابلة هن gazeteci صحفيين. Gazete صحيفه، gazeteci işte صحفي اللي بيشتغل. فبشكل عام اللي بيعملوا المقابلات هن الملاقات بيكونوا gazeteciler. Belirlenen bir konu üzerinde alanında tanınmış kişiyle yapılan işte soru cevap şeklindeki konuşmalar yazıya dökülerek kamuoyuyla paylaşılır. Arkadaşlar, belirlenen
بير كونو إزرين ده حول الموضوع إستيل محدد، هنا اللي حدد الموضوع حول هذا الموضوع سورو evet alanında tanınmış kişiyle tsir مع شخص معروف بمجاله yapılan işte mitlemenle soru cevap şeklinde طريقة سؤال وجواب konuşmalar هدول محادثات بعدين شو arkadaşlar yazıya dökülerek بعدين هدول الشغلات اللي سألوا عن طريق شفه يعني سؤال وجواب مع شخص مشهور يزيد دوكولاريك بعدين بنحولهم لشو لكتابة يعني أول شيء نعمل المحادثة صوتي يعني شخصين بيتقابلوا بيحكوا بعدين شو بنسويها يزيد دوكولاريك بعدين بنحولها كتابية كمو يلا بايلشلر بعدين بنقدر نشاركها مع الرأي العام. Burada söz konusu konuşmanın daha resmi bir şekilde yapıldığı da unutulmamalıdır. Kemal lazım men insa enno hadil muhadese lazım tkun resmi bir şekilde nemelha ma lazım insa enno lazım hadil muhadese tkun bi şekil resmi. Alanında tanınmış kişiyle yapılan konuşmalar genellikle önceden iyi bir şekilde planlanıp yapılır. Arkadaşlar alanda tanınmış kişiyle işte مع الشخص المعروف بمجاله yapılan konuşmalar muhadesatleri hatır genellikle bir عام önceden iyi bir şekilde planlanıp yapılır. Yani من قبل المقابلة نحن بنعمل خطة كتير منيحة وبعدين نقدر نعمل المقابلة. Arkadaşlar هي عرفنا معلومات عامة عنها للملاقات. بعدين بيقولوا لنا ملاقاتın hazırlık aşamaları. Şu هنا الخطوات تجهيز للملاقات Arkadaşlar هدول لازم نعرفهم يعني هنا بسيطين جدا بس يعني ممكن يجي سؤال منهم لهيك خلونا لازم تعرفون عملونا başarılı bir ملاقات مشان تكون ناجحة الملاقات öncesinde iyi bir hazırlık gerektirir لازم يكون عاملين تجهيز كتير منيح قبلها bu hazırlık aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz فينا نستفهم أو نرتبهم بهذا الشكل لطرق تجهيز للملاقات واحد konuşulacak kişinin belirlenmesi bir mülakatla ilgili kişiden gerekli izin alınması أول شيء konuşulacak kişinin belirlenmesi لازم نحدد الشخص اللي بدنا نحكي معه أو اللي بده ينحكى معه في ملاقاتla ilgili kişilerden izinlerin alınması لازم ناخد إذن من الشخص اللي رح نعمل معه هيدي الملاقات لازم ناخد منه الأذون أو الشغلات الإذن يعني اللازم كونونون بعدين عم بيقولوا لنا كونونون belirlenmesi بعدين لازم شو نحن نساوي لازم نحدد الموضوع حددنا الشخص أخذ منه الإذن بعدين شو كونونون belirlenmesi نحدد الموضوع اللي بدنا نحكي فيه مع هذا الشخص بعدين belirlenen konuyla ilgili detaylı bir araştırmanın yapılması. Bعدين بعد ما حددنا الموضوع لنا هلا الموضوع اللي حددناه لازم نعمل عنه بحث كتير كتير مفصل. konuşma yapılacak kişi hakkında bilgilerin toplanması. بعدين الشخص konuşma yapılacak kişi yani الشخص اللي رح نعمل معه هذه المحادثة هذه الملاقات hakkında yani حول هذا الشخص bilgilerin toplanması lazım نجمع معلومات حول الشخص اللي رح نعمل معه المقابلة yapılacak olan görüşmenin konusu ve konuşulacak kişiye sorulacak ملاقات soruları بعدين عم بيقولوا لنا yapılacak olan görüşmenin konusu موضوع المقابلة ve konuşulacak kişiyle sorulacak ملاقات soruları وأجهزة والأسئلة اللي راح تنسأل الشخص hazırlanır تجهز sorular büyük bir düzenle belirlenmelidir lazım نحدد هون بشكل كتير منيح للأسئلة ملاقات بشرية ulaştırılacak en önemli etken أكثر شيء بيأثر إنه يوصل الملاقات لتكون ناجحة doğru soruların konuşmacıya yöneltilebilmesine bağlıdır. Yani nejaha أو أهم عنصر لنجاح هذه المقابلة هو طريقة توجه مربوط بطريقة توجه الأسئلة
للشخص اللي عم نحاوره. يبقى جاكون يشمنن يرنن وساعتنن بليرلاندسة تحديد المكان وساعة المحادثة أو يعني الملاقات اللي راح تكون، نحدد ساعتها ومكانها. آخر شي عم قلنا ده من جبلير لنا عن راندي بوديت على رنا ويماك إنه نمشي على الوقت أو على الموعد، على تفاصيل الموعد اللي حددناه من قبل. يعني حددنا في المكان كذا ساعة كذا، لازم نروح على الوقت المناسب، يعني لازم نتبع الموعد، يعني ما نتأخر عنه أو شيء. ايه تاكد شلار هي بالنسبة لألون. هلا بدنا نحكي عن هدول الأشهر المراحل اللي نتبعها لتحضير المقابلة الملاقات. هلا بدنا نحكي ملاقات ازالك ليرك. شو هي خصائص الملاقات؟ Bir sanatçıyı daha iyi tanımamızı sağladığından önemli bir türdür. هي نوع مهم لأنه بتخلينا نعرف الفنان بشكل أفضل، أحسن يعني. Bilgi verme, tanıtma gibi amaçları olduğundan öğretici metinlerdir. Metinlerdendir. هي من النصوص التعليمية لأنه هي بتعطينا بلغي فيرما، بتعطينا معلومات، تنتما وبتعرفنا بأشخاص، لأنه هدول أهدافها يعني، فهي تعتبر من النصوص التعليمية. Öncesinde titiz ve ayrıntılı bir hazırlık çalışması gerektirir. تتطلب تجهيزات كتير مفصلة ونظيفة قبلها، يعني قبل المقابلة لازم تكون في كتير يعني تجهيزات hazırlık çalışması. تتطلب تجهيزات كتير مفصلة وكتير لازم تكون منيحة حتى نقدر تنجح المقابلة يعني ملاقات. Anlatımının sade ve açık olmasına dikkat edilir. بنتأكد أو بننتبه على أنه لازم يكون الشرح فيها بسيط وواضح، sade وواضح. Kişinin konuşmaları değiştirilmeden ve هاي مهمة değiştirilmeden ve yorumlanmadan olduğu gibi aktarılır. Arkadaşlar هيدي البند كمان كتير مهم. ليش عم بيقولونا كيشنين كونشمالاري حكي هيدا الشخص اللي عم نعمل معه نحنا الملاقات. değiştirilmeden من دون اي تغيير ve yorumlanmadan من دون ما نحط اي تفسير لها نحنا من عنا olduğu gibi aktarılır. تنقل كما هي. Arkadaşlar هذا البند عم بقولكم كتير كتير مهم. يعني انا عم بعمل مقابلة مع الشخص ملاقات، تمام؟ فما بروح بغير كلامه او بحط تفسيرات من عندي او كذا، لا، كلامه مثل ما هو بالحرف حرفيا ينقل. olduğu gibi aktarılır. هي كمان كتير اكد عليها بالملاقات. kişinin konuşmaları değiştirilmeden ve yorumlanmadan olduğu gibi aktarılır. Bعدها سويلشمية باغلة أنطن تورلرندان يرار لمولر. نستفاد من نوع تورندان نستفاد من نوع الشرح المترابط بالمحاورة. سورولار أنجستندان بيوك بير أستالكلا هزر لان مالدر. مثل ما أن الأجهزة لازم تجهز بشكل كتير كتير منيح. Üzerinde konuşulacak konu toplumu ilgilendiren, toplumun ilgisini çekecek türde olur. Amelina üzerinde konuşulacak konu الموضوع اللي راح ينحكى عنه toplumu ilgilendiren lazım يكون متعلق بالمجتمع. toplumun ilgisini çekecek türde olur. Yani lazım يكون من النوع اللي بيلفت انتباه المجتمع او يكون متعلق بالمجتمع. هذا الموضوع اللي بدنا نحكي عنه. üzerinde konuşulacak olan konunun konunun uzmanlarıyla mülakat yapılır. Normal zaman mülakat مع الأشخاص أو مع خبراء الموضوع اللي راح نحكي عنه. ملاقات yapacak kişinin kibar ve nazik olması gerekir. لازم يكون الشخص اللي عم يعمل أو اللي عم يساوي الملاقات لازم يكون كتير شخص كبار لطيف ونازك. يعني لازم يكون نازك هيك لطيف وكبار. konuşma üslubu burada önem arz eder. كتير كتير مهم. طريقة الحكي كتير مهمة. اسلوب اللي يتبع هذا الشخص لازم يكون كتير منيح. sorular karşı tarafı incitmeyecek bir şekilde kibarca sorulur. الأسئلة اللي راح تنسأل لازم تنسأل من دون ما تجرح الشخص اللي مقابلنا. نسأل بشخص كبار يعني بشكل لطيف لازم نسأل
tinsel el-esele. Asıl amaç bilgi vermek olduğundan genellikle dil göndergesel işlevde kullanılır. Asıl amaç hedef el-esas arkadaşlar ve bilgi vermek. No, eta malumat olduğundan genellikle بشكل عام لأنه الهدف هو إعطاء معلومات لهيك اللغة تستخدم بطريقة أو بوظيفة göndergesel yani مثل merciiye. Aslında yazılı olan bir bu tür günümüzde görüntülü olarak da aktarıldığından sözlü anlatım türü özelliği de taşımaktadır. Arkadaşlar aslında yazılı olan bu tür yani هذا النوع yani mülakat بشكل عام هي yazılı تكون mektube günümüzde ولكن بيومنا هذا görüntülü olarak da aktarıldığından yani كمان ممكن ناخذها بشكل görüntülü بشكل video yani sözlü anlatım türü özelliği de taşımaktadır. تحمل كمان خصائص النوع الشرح المحكي يعني رغم انه هي مكتوبة ولكن بأيامنا هاي فينا عم تصير يعني من خصائص او النوع المحكي يعني bu türde konuşan kadar mülakatı yapan kişi de önemlidir. Yani هذا النوع كمان يعني مو بس الشخص اللي رح نعمل معه الملاقات مهم لا الشخص اللي هو ذاته اللي عم يعمل الملاقات يعني عم بيقدم الأسئلة هو كمان كتير مهم يعني إذا سأل الأسئلة بشكل مو لطيف فرح تكون الأجوبة كمان مو لطيفة فلهيك الشخص اللي عم يعمل الملاقات كمان كتير مهم ملاقاتي yapan kişi önceden büyük bir titizlikle hazırladığı ve toplumun merak ettiği ya da ilgi çektiği konular yönelik sorular kişiye yöneltir. Mülakat yapan kişi şahs ile yapan mülakat yani muddayıf şahs ile yapan mülakat önceden büyük bir titizlikle hazırladığı ve toplumun merak ettiği ya da ilgi çektiği konular el-mavadiye او بيوجه الأسئلة للشخص يعني من المواضيع اللي بتلفت انتباه المجتمع والمجتمع كتير عنده فضول لها على هذا الأساس بيجهز الأسئلة وبيسألها arkadaşlar هدول هن ملاقاتن özellikleri خصائص الملاقات هلا ملاقات يازısında arkadaşlar شو هي الأشياء اللي لازم تواجد بي اليزي تبع الملاقات يعني نحن خلصنا الملاقات عملنا الأشياء ما عرفنا شو قصها كتبناها مثلا وقت بدنا ننشرها شو شغلات لازم تكون متواجدة فيها عم بيقولوا لنا görüşülen kişinin adı اسم الشخص اللي عملنا ملاقات معه واحد اثنين mesleği veya ne işle uğraştığı şey meslek تبعه مهنته أو شو عم يساوي يعني شو عم يشتغل بعدين هنجي أماشلا كونشلدو شو الهدف أو عن شو أو شو الهدف الشيء اللي حكينا عنه بعدين نكتب بولوشما مكان مكان المقابلة بعدين سورولار في جوابلار أسئلة وأجوبة آخر شيء ملاقات يبلان كمسنن أو كونو üzerindeki temel görüşü yer almalıdır. Ahir şey mülakat yapılan kimsenin yani şahsilerin ama mülakat o konu üzerinde havle hedal olduğu temel görüşü yani vücut nazara el esasiye yer almalıdır. Lazım ikon ilha mekan bi kitabet yani bi şiyle nektab aleyhi mülakat. Hala Türk edebiyatında mülakat. El mülakat fi el edeb türki. Edebiyatımızda mülakat türündeki gelişimler Tanzimat döneminde çıkarılan gazeteyle birlikte başlasa da yani مع أن بلشت الملاقات بأدبنا التركي أو هيدا النوع منن بلش مع أنها بلشت مع الجازيتا gelişmeler, tatavurat بلشت أيمن بفترة تنظيمات döneminde وبلشت مع الجازيتا مع الجرائد Bu tür ilk başarılı örneklere dönemin ünlü sanatçılarıyla yaptığı görüşmeleri çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanan Ruşin Eşref tarafından verilmiştir. Bu türün ilk başarılı örnekleri evvel emsile nacih ala haydan noha dönemin ünlü sanatçılarıyla ma yap,
يعطي جورج ميلار مع الملاقات اللي عملها، أو يعني كيف بدنا نقول الحوار أو الملاقات اللي عملها مع الفنانين المشهورين بهذيك الفترة، يعني فترة التنظيمات، تشيتلي دارجي بجازيتي الأرضية يملانان نشرت في جرائد ومجلات مختلفة، كتبت كلها من قبل، يعني أول أمثلة ناجحة كتبت من قبل روشين أشرف الكدشلار، اسمه كتير مهم بالملاقات، فلهيك هيدا حفظ. Dergi ve gazetelerde yayımlanan bu mülakatlar daha sonra kitaplaştırılmıştır. Amelona hedal el mülakat el intaşara fi el mecellat ve jaraed ba'den kitaplaştırılmıştır. Tahvalet ila kutab. Akhir şey amelona bunun dışında ver heda Rüşin Eşref, Hikmet Feridun Es, Mustafa Baydar, Yaşar Nabi Nayır, O Abdi İpekçi, Yaşar Kemal gibi isimler bu türde isim yapmış kişilerdir. Hadi ol aşkaz keman iştegala bi nov o amel mülakat, yani katabu kitabat bi mülakat. Evet arkadaşlar, hele jina ala isim el aşkaz hatina bes Ruşin Eşref Ünaydın. الأشخاص اللي عملوا ملاقات أركدشلار حاطينا مثل ما أنا بندرس نحن الإسرلار، فحاطينا بس هيدا السناتش. هلا رح نشوف أعماله، عم يقولونا ملاقات أسمعنا أركدشلار، هذا شيء مفروغ إنه لازم نحفظهم. يعني ديارلار كي، وعنده أنا فارتا لار كهرمان مصطفى كمال ملاقات، وعنده تشانكالدة سواشان لار ديدي لاركي. هدول هن الملاقات اللي عملهم روشين اشرف اونايدن. اوكي هلا دينما من هدول الملاقات حكيناهم، هلا دينما تجربة جيتشميش جونلار وبوازيتشي يقندان واستقلال يولوندا وايري لكلار واكي سال tanat arasında anı zikra Atatürk'ün hastalığı o Atatürk'ün şey Atatürk'ü özleyiş mensur şer şer nesriyanda damla damla. Arkadaşlar her hattına örnek misal an mülakat amelna Ahmet Hamdi Tanrıpınar ile mülakat lihiye misal hattına ya mülakat ma Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar yeni eserini anlatıyor. Tişrahenna el amel cdid la Ahmet Hamdi Tanpınar. Eli huve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatlere ayarlama enstitüsü. Arkadaşlar her rivaye. Yarın yeni İstanbul'da çıkmaya başlıyor. Belleşet tutla bir İstanbul amel cdid yani. Arkadaşlar metel hek amelna saatleri ayarlama enstitüsü acayip bir isim değil mi? Lahza kif belleşo kitabet الملاقات. Taban elna اول şey nama الملاقات harfiye yani بالصوت بعدين elha kitabiyen. Fahne amelina ve helakna elha kitabiyen الكاتب yani الفناني اللي عملها مع أحمد حمدي تنبنار. فعملنا هيدا الاسم الرواية يعني ساعتليري أيارلما إنستيتوتو. عجايب بير اسم ديل ما أليس اسم عجيب يعني لحظة كيف بلش كتابته يعني بير بازار صباها أستاذ إيفين دي زيارت إدب بنا بو رومانن نصل بير شيء أولدونا أنات وصل رجاء التم لحظة كيف عم بيقول بير بازار صباها ما قلنا نحن محدد المكان والزمان منهم نكتبون. فعم بيقولوا بير بازار صباها يوم أحد الصبح أستاذ إيفين دي زيارت إدب زرته لأنه أحمد حمدي تنبنار زرته الصبح ببيته evinde لحظة ذاكرين المكان evinde bana bu romanın nasıl bir şey olduğunu anlatmasını rica ettim. Talabet minna yihki li inna şu hiye nasıl bir şey, şu hiye heydi rivaye. Henüz saat onu biraz geçtiği halde lahza sa'a onu biraz geçtiği halde fa inna kan تريل تريل جين مش كان لابس ما صبش عنده تشيل شو عم يشتغل دام أو قاعد على طاولته يعني سايم بروفيسورم أوروبا دونيشو بيك شك لاستغنى هب
biliriz ama sabahın büyük erken saatlerinde sayfalar dolusu yazı yazmış. Ne kata bir kitabat. Neyse arkadaşlar, fahek belaş. Haki yani الوقت راح لعنده. Bعدين آخر شي لاحظوا شو كاتب. Kendisi de سؤالerime pek neşeyle cevap veriyor. Yani عم يجاوب على أجوبتي بشكل مرح. Yani أنا عم بسأله هو عم يجاوب. فلاحظوا السؤال كيف كان بينهم. يعني رومانınız belli başlı bir tezi var mıdır? Lahzu kifse el sual fa hon ija cevabı la Ahmet Hamdi Tanpınar. Ben tezli roman yazmam, hiçbir zaman yazmadım ile ahire. Rica ise el sual. Lahzu kif me'lna nihna yani soru cevap şeklinde yani şekil sual cevap. Fa rica ise el bu şahsı nasıl buldunuz? Yani hako hako baden el bu şahsı nasıl buldunuz? El bu bulmadım. Kendisi geldi. Ucağı bravo bravo. Yani lahza kif عم تكون كلياتها سؤال. Hayri İrdal'ın hayatta bir benzeri var mıdır? Rica ise elo sual. Rica edak cevabı ile ahiri arkadaşlar. Mütlümelne sual cevap yani. هذا هو المثال. هيك بنكون خلصنا فقرة الملاقات. القسم الثاني من هذه الوحدة أركضشلار هو الريبورتاج. بما أنه صار نص ساعة فخلوا الريبورتاج لفيديو ثاني. تمام أركضشلار، كندنزة çok iyi bakın. الله أمانة olun. Başarılar diliyorum.